عيناتها وقت نحكي البطن. ليش شجرة البطن استعملت من قبل جدودنا بهالمنطقة بالذات؟ نحن عندنا شجرة البطن هي شجرة حرشية ما حدا بيزرعها، موجودة بالأحراش ويقال إنه بتنقلها العصافير، يعني وين ما رحت بتلاقي شجر بطن حديثي، يعني لا يتعدى عمر 100 سنة. قبل كان من البطن ياخذوه يقطفوه ويدرسوه مثل ما بيدرسوا الزيتون، يطلعوا منه زيت. وكانوا يستعملوا للبطن، وزيت البطن كان يداووا فيه، يعني له فوائد طبية. موجود شيء ولا لا؟ ما موجود، لأنه ما حدا كان يدرسوه قبل على الحجر، يعني معصرة حجر كبيرة، يعني مثل تقريبا مثل الزيتون. بس هلأ اليوم أنه أول شيء فيش كميات بطن كبيرة للناس تتروح حدا يدور معصرة ويعصر رية، وخلص تليشت القصة. ومن مدير عام الشباب والرياضة الأستاذ زيد خيام من هاي باي. مشان هيك بدنا كمان نهتم وبدنا نعلمكم اليوم، لأنه وأنا عم خبر كتير من الأشخاص من الأصدقاء إنه رح أعمل حلقة عن البطن، يقولوا لي ما في بطن ماي هون وفي حوالينا وفي عنا 3-4 شجرات. قلت لهم احضروا الحلقة وتعلموا، خلينا نتعلم سوا كيف معقول من البطن نعمل شغلات كتير لذيذة، مفترض إنه كتير لذيذة. أنا بعد ما دقت البطن هيك مثل حب يابس. طيب مختار شغلة أخيرة، البطن بيتقطف وهو بيكون لونه، كنت قلت لي بيكون لونه. أول شيء البطن بيكون بالربيع بزهر، وبعدين بصير عليه حب صغير أحمر، بعدين بميل للأزرق، بعدين بروح للأخضر. أخضر وقت يصير لونه أخضر صار وقت بيكون طافه. نحن عندنا بطن نوعين، في عصفوري اللي حبته صغيرة، وفي الخشابي اللي حبته كبيرة تقريبا قد حبته الحمص الصغيرة. أوكي. والجهتان بس طبعا الكبير أقسى. اوكي، هو اخضر بيتاكل البطن مش بيتاكل، له طعمه حلوه. إيه؟ بهيدا الوقت كمان نحن موجودين هلا بدنا نعمل كذا نوع، وبدنا نشوف هلا بدنا علمونا على راسه خبز البطن. ريت عن ليش مثلا كنا عم نحكي انه المناطق هون هي مناطق كانت محتله طبعا، صح. فكانت تستغل كل الموارد يلي موجود. خلينا نحكي شوي عن هديك الفتره هيك قبل ما اختم هون. طبعا هاي المناطق نحن مناطقنا مناطق فقيره، نعم. قبل سابقاً كانت من المناطق الفقيرة واللي عيشتها على الزراعة، ما الفقيد هني بيتولوا هالقصة. ولهالسبب هذا من نتيجة الفقر يومتها كانوا يشيلوا التين ويعملوا من التين في دحروب يسموه، عرفت، ويخلون للشتاء وبقعة البطن يعملوا بالشتاء بقعة بطن، لأنه هو يصير يابس، لما يصير يابس ما بيعد يسوى غير لبقعة البطن. في عنا بس بعيدها. على كل المشاهدين خلينا مكملين بحلقتنا، حكينا درشنا شوي نحن والمختار، هلا بدنا نبلش نفوت صوب غرفة العمليات نخبر أكثر بالتفاصيل عن البطن وثمرة شجرة البطن المهمة. بدي رحب بالمختار سليمان سمحت معي اللي نحن أخذنا على تحت البطن. مختار مزبوط شايف أنا شجرات بطن، بس مالله بعيناتها واضح أنه عمرهم سنين، عشرات السنين خلينا نقول هالشجرات لحدنا، صح؟ قدي مثلا هاي عمرها شي 100 سنة كنت عم تقلي؟ أكثر من 100. أكثر من 100. مشاهدينا بهذا الوقت يعني بس مثل ما شفتوا منه عزه، هلأ بحزيران بعد شوي بتكون هذه الشجرة تغيرت كل معلمها، بيكون ورقة وبيكون بلشت كمان العناقيد تبين. مختار كان في أكثر منه شجرة، هذه كانت كلها بطن، هاي المنطقة كلها كلها. شو ليش راح مرض البطن أو قص؟ هون هي الأرض مملوكة فوق كلها، حتى كلها مملوكة. اجوا بلشوا فيها، بس وزارة الزراعة من 3-4 سنين
خطط ممنوع اللي بيقطع واحد بجزوه. طار من قبل شو كان يستعمل أكتر شيء؟ البطن الزيت يعني شو فوائده؟ خبرني شو كنتوا تسمعوا، شو كانوا خبروني مثلا منيح للمفاصل؟ كان للمفاصل يدهن الواحد يمرجوه فيه، له فوائد كثير طبية. أوكي الزيت. ايه زيت البطوم اذا بدكم وقت تعملوا بحث عنه، هو زيت الفستق البري بسموه. هيدا الشجر بيطعم بالفستق الحلبي. تخيلوا انتوا انه هاي الشجره وكبره، تخيلوا اذا كان فستق حلبي، يعني شغله عظيمه اذا كمان تستغل بهيدا المحل. احنا هيدا الزيت اللي بتصور معظمنا مشاهدينا ما بنعرفه. انا تفاجأت انه اول شيء كنت عم بعمل بحث عن خبز البطوم، سمعت عنه. شوف شو اكتشفت الكبة، اكتشفنا الزيت، اكتشفنا انه هو كان اساس. مثل ما انا شايفين المختار كان عم يقلي من قبل شوي، ابو علي عم بيقلي انه شوفوا الزيتون كيف احتل مطرح البطوم. يعني من قبل كان كلها هاي بطوم، هلأ صارت معظم ضياع ومعظم الاشخاص المقيمين بعينتها زرعوا الزيتون. يعني كرمال طبعا زيت الزيتون صار له فائدة او له اهتمام اكبر من البطوم من قبل. صحيح؟ صحيح، بس انا البطوم ما بيطلع، ما فين يزرعه. يعني لو فين يزرعه بيزرعه، بس ما بيطلع. أيه. بيطلع لحاله. بيطلع لحاله. صحيح. أيه. هلا في هيدي الشجره الصغيره بلشت تتزهر، مشاهدينا شوفوا بلشت تطلع مثل ما قلنا امتين ورقة هلا بالربيع. بعد شوي الزيران هيدي بصير عليها قطف عنقود، بيحمل حب صغير، بعدين بصير احمر، بعدين زهر لايلول بصير اخضر. وايلول هو وقت القطف. واذا ما انقطف بيضل على امه، بعدين بصير اسود. شفناها هيديك الشجره. اوكي مختار، تقريبا هيدي الشجره قد ايه عمرها؟ هيدي عمرها شي 20 سنه. 20 سنة شوفوا، يعني بعدها تعتبر لنا شجرة صغيرة وعمرها 20 سنة. يعني كنا بنتمنى لو كانت الطقس غير، بس أصرينا أنه نعمل حلقة ونكتشف هالاكتشاف الرائع يلي اكتشفناه اليوم بعيناتها هالبلدة الجميلة، هاي البلدة الوازنة بكل المعايير، إذا كان من محل المقاومة، إذا كان بمحل الصمود. مشهورة عيناتها، مش حنجي صح مختار؟ يعني الكلام ما بيكفي إذا بدنا نوصف هيدي الضيعة الحلوة بناسا قدي وزنين على كل المستويات، وقدي من الضيع المؤثرة بلبنان.